بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم مميز جدا، النهاردة 19 نوفمبر، ده يوم مهم، يوم تاريخي، مش بنحتفل بيه بحاجة عادية زي القمح. قمح احنا بنحتفل بالقمح، احنا اصلا بنستورد القمح مسرطن. لا، ده يوم لحاجة افضل من كده واشيك من كده وحاجة اجمل من كده. ده اليوم العالمي للمرحاض، للقعدة، لكبانية، لدبليو سي يعني. طيب اليوم دوت بالشزار، ده يوم حقيقي عملها المنظمة العالمية للمراحيض، اتعمل اول مرة سنة 2001 عشان يلفت النظر لقضايا الصحة العامة، وبيحتفل بيه في كل عام، والامم المتحدة اعترفت بيه سنة 2013 واعتبرته يوم عالمي رسمي. وموضوع بالشزار لان في 2.4 مليار شخص مش لاقيين المرافق الصرف الصحي المحسنة، ده حسب منظمة الصحة العالمية سنة 2015، وفي 1 من كل 10 اشخاص ما لهمش اختيار غير ان هو يعمل الحمام في الهواء في العراء كده، تمام. الاسهال الناتج عن سوء الصرف الصحي والماء غير المأمونة بسبب في وفاة 315 الف طفل كل سنة، تمام. والامراض بتنتقل بسبب الممارسات الصحية السيئة وسوء النظافة في الحمامات في 17% من جميع الوفيات في مكان العمل، ده منظمة الصحة العالمية في 2003. الأمراض الناتجة من نقص الصرف الصحي والممارسات الصحية السيئة بيخسر في إنتاج في حدود 5% من الناتج المحلي الإجماعي، ده إحصائية منظمة هوتن 2012. فالموضوع مش ضار، ولازم ننتبه للموضوع دوت ونحاول نستخدم الحمامات والأعداد. ويمكن أول واحد فاكر إن أنا قريت له حاجة زي كده كان الدكتور حسن فتحي في كتاب عمارة الفقراء، لأن الفلاحين وأنا فلاح في سوء في التصميم، فالحمام مش مصمم صح ومش معمول بالنظافة اللي تخلي فيه صحة كويسة، وده بيسبب أمراض كتير جدا. وكان الزريبة أو المكان اللي بيتربى فيه الحيوانات بيبقى داخل جزء من أجزاء البيت، فدي مشكلة كبيرة جدا. وانا فاكر ان في سنة من السنين في بريطانيا قالك تقريبا سنة 2000 قالك احنا عايزين نشوف اعظم اختراع في البشرية، كل البشرية من اول بدأت البشرية، فكان التواليت او الحمام او القعدة او مش عارف اقولك يعني ده رقم واحد، ده قبل اختراع النار وقبل اختراع الموبايل وقبل اختراع الكمبيوتر وقبل كل الحاجات، ده رقم واحد، ده كان طفرة. والمسلمين لما فتحوا الاندلس دخلوا موضوع الحمامات والقعدات، واتعمل صرف صحي جميل جدا، واتعمل نظام لتجميع مياه المطر، وحتى الان الحاجات دي موجودة في الاندلس، موجود في الجزائر، موجود في تونس، الحاجات دي حاجات كويسة جدا وياريت نهتم بيها. هو يوم عالمي بنحاول نفكر الناس باستخدام موضوع التصميم، الراجل المصمم بتاع الصحي يهتم بالموضوع جدا ويحاول يشوف احسن حلول ويحاول ان هو يطور فيها، ما بقاش نفس التصميم بيتعمل كل مرة. انا ليا رجاء شخصي ان الحمامات في الخليج المية بتيجي سخنة، فاحنا بنستخدم السخان ما بنشغلوش خالص، بنستخدمه كخزان للمية الباردة بحيث ان هو يدي نقدر ناخد مية ساقعة، المية اللي متخزنة في الخزان بتاع السخان بناخد منها مية ساقعة، بس الشطافة للأسف مش متوصلة بالمية السخنة فما بنعرفش نجيب منها مية ساقعة، فالشطافة بتاخد نفس درجة الحرارة اللي جاية من برة وهي بتبقى درجة عالية. فنخلي زي ما احنا عاملين الحوض فيه ساقع وسخن، احنا بنستخدم السخن دوت عكسي، يعني بيجي ميه من السخان والسخان مش شغال فبتيجي ساقعه، وعايزين نوصل الشطافه برضو يبقى فيها ميه ساقعه وميه سخنه، واحنا نبدا ايه نقفل خالص ونبدا نستخدم الميه اللي متخزنه في الخزان. انا اي مكان بروحه بحكم برضو على المكان، يعني مثلا اي مطار من ضمن الحاجات اللي بتحكم بيها على المكان الحمام نفسه، هل هو نظيف ولا لا، هل في ناس مهتمية ولا لا، هل مضطر ان انا ادوس على الزرار عشان اشغل المية تنزل ولا لا، لان المفروض انها بتبقى كلها مجرد تاتش من بعيد بحيث ان انا لو اللي قبليه عنده مرض ما يتنقليش. الحمام مفروض يبقى متوفر كل الاختيارات، حتى مثلا لو البلد شغالة بالقعدة البلدي يبقى في برضو قعدة افرنجي بحيث مراعاة الاختلاف الثقافات.
يكون في مناديل ويكون في ميه ويكون كل حاجه متوفره، بحيث واحد متعود على دي او متعود على دي يلاقي الاثنين. ما اخرجش الاقي في واحد بيقول لي عايز مناديل تدفع فلوس او عايز ميه تدفع فلوس، او يعني الكلام ده شفت في بعض المطارات، وده طبعا بيدي صوره سيئه على المكان. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، اليوم العالمي للمراحيض.